بالقوة والاستمرارية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة والتي يتمتع بها البلدان على كافة الأصعدة، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر المستثمرين في السوق المصري. وقد وقعت الحكومتان المصرية والسعودية في 20 من شهر مارس الماضي مذكرة تفاهم اقتصادي تلتزم فيها المملكة بضخ استثمارات قيمتها 30 مليار ريال، وهو ما يوازي 8 مليارات دولار في السوق المصري. تأتي هذه الاستثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي طبقاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. إن التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر يتنوع ويمتد إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة والسياحة والتنمية العمرانية والتصنيع. وقد كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه في 15 من شهر ديسمبر من العام 2015 بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي، أي ما يوازي 8 مليارات دولار، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 أعوام بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري والذي عقد في القاهرة. وقد تضمن نص إعلان القاهرة عدداً من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير وتعزيز التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. لقد تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كل من مصر والسعودية عدة مرات، حيث شهدت نمواً مضطرداً خلال الأعوام الماضية، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه. تأتي هذه الأخبار الجيدة تزامناً مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أول زيارة رسمية له لمصر. ونكمل دلوقتي مع بعض الحوار عن العلاقات المصرية السعودية من منظور مختلف، مش سياسي ولكن تنموي وثقافي ومعماري. كمان معنا الدكتور شيخ والدكتور علي رضا، المهندس المعماري والاستشاري الهندسي. صباح الخير يا فندم. ومعنا الأستاذ الدكتور محمد أبو نواث، الجراح السعودي وخبير التنمية. هنتكلم عنه معاه كمان عن الجزء الخاص بالجراحة والطب والتنمية ما بين مصر والسعودية. هبتدي الأول بالناحية المعمارية، النهضة المعمارية ما بين في مصر الفترة اللي فاتت من خلال أعمالك كاستشاري هندسي، شايف تطور المعمار في مصر عامل إزاي؟ بالنسبة لي أنا مصر ترى بديت، أنا مصر يمكن 45 سنة دائما أيام السادات، أنا كان لي علاقة كبيرة جدا هنا. الآن في الفترة الحالية اللي حاصل فيه نهضة، الناس بعضهم ما هم شايفينها. مثلا رحت القاهرة اسكندرية طريق الصحراوي، من أجمل الطرق اللي شفتها في حياتي، لا في أمريكا موجودة ولا في السعودية موجودة. طريق 4 حارات كله، وبعدين التركات اللي هي ممر خاص، هذه الأول مرة تشوفها، وعلى مستوى التنفيذ على مستوى عالي جدا جدا. هذه شيء ما هو سهل قليل، إنه في فترة وجيزة وبعدين فهمت إنه فوق 5000 كيلو تصوت في الفترة هذه. بعد زرنا قناة السويس الجديدة، الناس يقول لك هذه قناة فرعية، لا بالعكس، هذه قناة أنا كنت بتابعها من بداياتها، عملية الحفر عمل جبار ما حصل في في في, في العالم ككل، يعني إنجاز غير طبيعي. وهذا يعني يشكر عليه الرئيس والجهد اللي ساروا الأخوان اللي قاموا بالعمل ده، يشكر عليه بشكل غير طبيعي.
فإنجاز عظيم جدا جدا. الحمد لله. طبعا النهضة المعمارية لسه ما في شيء، بس مصر معروف انه ما شاء الله عندها في مهندسينها كويسين، ونحن بنتعاون معهم في عمل هندسية بعد في السابق من زمان. بس والأكثر هذا الآن هذا اللي لفت نظري النهضة الحديثة والمشاريع الجديدة الجبارة اللي صارت، فهذه أنا من ناحية من وجهة نظري كمهندس هذا إنجاز تاريخي. الحمد لله. دكتور محمد، حضرتك استشاري أول جراحة العظام واليد وإصابات الملاعب، وقبل ما نطلع على الهواء حضرتك كنت بتقول إنك دارس هنا في القصر العيني. أنا فعلا يعني أنا من الجسور الحلوة اللي ما بين السعودية ومصر، لأجل إحنا كلنا لنا نشكر الأرض ونشكر الفكر المصري عبر التاريخ. أنا خريج بس ما تقوليش لحد، أنا خريج 77 طب القصر العيني، ف هو هذا الفكر اللي موجود وهذا الحاجات اللي موجودة. انتوا انا بتكلم معاكي مصري وممكن اتكلم خلينا سعودي برضه، لكن الفكرة انه احنا موجود عندنا الفكر، ولازم الفكر ده احنا نطلع من المحلية للعالمية، وانا في رأيي اننا رايحين نطلع للعالمية المميزة كمان. احنا ارض حضارة وحنرجع الحضارة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. طيب أنا هرجع برضو للناحية بس المعمارية، ليه رغم التقدم في المشروعات الكبرى ليه العمارة بتنحدر؟ يعني مستوى شكل العمارات، الديزاين بتاعها، التخطيط، مع إن المفروض إحنا نتطور في المجال ده، أنا شايفه أقبح من زمان. ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، هذا مو بس في مصر، حتى عندنا في السعودية الطفرة والاحتياج للسكن فرض عليك نموذج سريع في العمل، فما بتحمل انك تعمل حاجه فانتاسي وحاجه خياليه وحاجه عمليه. والسرعه في العمل، انجاز في العمل السريع، كل واحد يبغى يسوي شغل بسرعه عشان يكسب. فصار انتاج للاسف الشديد جدا جدا متدني. العمل المعماري في مصر وفي غير مصر صار متدني جدا جدا، سرعة الإنجاز وطلبها، فالناس بتسوي شغل أي كلام، وقلة الرقابة ترى هذه مهمة جدا جدا، الرقابة الهندسية على المشاريع هذه مهمة جدا، وهذه مفقودة سواء في طريق المباني أو في الطرق أي مجالات إنشائية، إذا ما في استشاري يشرف عليها يقول اتوقع انه انجاز غير سليم. احنا مرينا بتجربه مثلا الله يكرمك في الصرف الصحي، انا شرفت مشاريع قبل 35 سنه من اكبر مشاريع الصرف الصحي، انجاز تعبت عليها طبعا في كفاح، لكن بعد كذا ما تفتقد. الان عندنا احنا للاسف الشديد حتى في طرقنا في الها ما في شيء شراف، معناه تتوقع انه سوء نتائج، نتائج سيئه. عشان كده بنشوف المعمار هنا يكون في مصر، لانه تحتاج انت لاسكان سريع 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 جدا، السرعه هذه بتفرض عليهم انه بس يسوي اي كلام على قولك سلبي. الكواليتي بيقل او الجوده بتقل. كواليتي كواليتي تعبانه جدا جدا، وهذا شيء جدا تنعكس على في الفتره الوجيزه. يعني التصور انت كان في الاول المعمار كان تعيش مئات السنين، الان ما تعيش ولا 20 30 سنه، هذا صح. العمر الافتراضي اللي حاسس في وقتها. وكمان اعتقد مع زياده النسب السكان فالعدد زاد، فبالتالي الحجم قل علشان نعمل بيوت اكثر تكفي ناس اكثر بسرعه بالضبط. فبالتالي يعني فما في كواليتي، ما فيش كواليتي، فانجز مثلا الخرسانة عشان تصب الخرسانة السقف ياخذ لك مثلا اسبوعين تنتظر عليه عشان تاخذ الخرسانة وقتها، الان في وقته ايام وتبدا تشتغل، فهذا بتنقص الكواليتي حقت العمر الافتراضي للمبنى نفسه. طبيعي. وهل ده ينطبق على الطب؟ الفتره اللي فاتت عندنا بنسمع مشاكل كتير في الطب في مصر وفي دول مختلفه. انا امبارح كنت في اجتماع مع وزير التعليم العالي الدكتور اشرف، واعتقد انه كنت بتكلم في موضوع احنا بنحتاج في العالم في الطب عامة وعندنا يعني في مصر في السعودية، وكان الفكرة انه عايزين نعمل تأهيل للتعليم الطبي. انا عايز الطبيب يرجع تاني مرة للقيم
بالضبط. احنا عايزين نستورد كل الحضارات ونطلع لهم حضارة موجودة بقيم احنا عندنا الرسالة وعليه الصلاة والسلام، فهذه الرسالة اللي احنا رايحين. عشان كده لما تشوف التدخل احنا اخترقنا لتفرقنا، فالقيم الطبية رقم واحد قبل ما يكون. انا حتى اللي بمرنهم في الطب عندي بقول له تخش على النت حقي لك كل العلم كل الطب، تبي تشوف المهارات الجراحية انا لما بشتغل تشوفني، لكن انا مش هحاسب هنا ولا هنا، اهم حاجة القيم. لما واحد تسألني تقول لي اروح لأي دكتور، اقول لك روح للدكتور الامين، لا ما تروحش للدكتور الشاطر. لكن احنا عايزين انا اقترابي، يعني انا كايب مهنة تانية بس اقترابي من الجسم، جسم الانسان اداني القدسية، عشان كده لازم إعادة التأهيل الطبي. وبدأت وقدمت حتى مشروع لهذا التأهيل التعليم الطبي لأمير المنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأعجب وطلب مني أنه أكتب له كامل عن الحاجات دي كلها، وإن شاء الله دي راح تكون ضمن مشروع. أنا عامل مشروع اسمه مشروع هندسة الأمم، هذه عبارة عن منظمة غير حكومية تعتني بالصحة والتعليم والدعم الإنساني للإنسان. يعني إحنا نصنع الفكر، نعمل منتج صناعي وبعدين منتج اقتصادي. لما يكون عندنا الاقتصاد إحنا حنغزو العالم كله، لأجل العالم دلوقتي حتغزوه بحاجتين، ما فيش السلاح. إحنا القوة الأولى هي اللي هو موضوع الثقافة والرقم هذا، والرقم الثاني اللي هو الاقتصاد. وهذه القوة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لما انكسرت قوة منكرة بدون القوة أصبح معناته أي قوة. العلم الفكر. وأضيف بسرعة على موضوع الفكر، كثير ناس عندهم فكر، كل واحد عنده فكر، الإنسان معجزة الكون ده كله، بس الفكرة أنه ما فيش. احنا ابتدأت الماديات تأخذ علينا. ضمن مهندس منظمة هندسة الأمم احنا يقول فقير ما عنديش، لا تعالى انا عايز فكر، انا اصنع الفكر والابداع والاختراع. وعشان نطلع عشان نصل للناس زي ما هو تصنيع ده، انا في رأيي حتى الفقر صناعة، فإحنا نعمل لها صناعة نرفع من المستوى ده للإنسان. طبعا يعني إحنا دلوقتي في البداية نقول أهم حاجة عندنا الإنسان العربي، إزاي نبنيه فكريا ونقدر إن إحنا نقوم أي حاجة بعد تانية هو يقدر يبني عليها، بس أهم حاجة فكريا الإنسان مهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب بيقول، في واحد من الأحاديث بيقول الآدمي بنيان الرب لعن الله من هدمه. ويا أيها الناس إحنا كلها للإنسان، فكل الإنسان والإنسانية اللي إحنا بيهمنا. عشان كده منظمة هندسة الأمم تعتني بالإنسان بدون فوارق، لا في اللون ولا في اللغة لا في الديانة، إحنا للعالم كله، وهذا الرسالة. والمعيار هو التقوى، التقوى الكواليتي، يعني أنت إيش اللي راح تعطيه. صحيح. والإنسان بعمله وليس بنسبه أو أي حاجة تانية. لأجل لما سيدنا نوح وابنه بيغرق قال له ابني إنه، قال له لا إنه عمل غير صالح. فالإنسان هو الإنسان اللي إحنا عايزين. والعمل ما تقولش اسمك إيه، قول لي عملك إيه، كفاية عندي. صح، وهو ده المخلد، عمل الإنسان. أكيد هو ده. يعني يعني بقول لحضرتك تصنيع فكر الإنسان والإبداع، وهو ده. يعني إحنا متفقين، وأرجع تاني مرة، لأجل إحنا عندنا مدرسة الأمير خالد الفيصل من المحلية للعالمية، فأضفت له مرة في المجالس قلت له إحنا بنصل العالمية المميزة، لا تكفينا العالمية العادية. ويعني شوف اللي حوالين، احنا الفكر طول، كل امشي على كل سنتي في مصر هتحصلي فيه اهرامات من الافكار. فليه احنا نضحي بها؟
احنا مش محتاجين حد من برا، احنا عندنا الفكر. صح، واحنا للاسف الشديد يعني كشعوب عربيه ابتدينا نتغير لما الغزو الثقافي جالنا، يعني لما ابتدينا نعتنق افكار مثلا غربيه، طريقه لبس غربي، مزيكا غربيه، يعني ما تمسكناش بالمحليه بتاعتنا ووصلنا العربيه بشكل كبير، وتاثرنا بالقشره الخارجيه للثقافه الغربيه، ما اخدناش حتى الفكر الفلسفي ليها اللي ممكن يساعد في بناء امم. كلام حضرتك 100% هو ده صح، لأجل إحنا الفلسفة وحقيقة الحقائق إحنا نبي ندي للإنسان، يعني إحنا نبي نديله لما نصنع ونديله الفكر ده ونعتني بالإنسان في أي مكان طبعا. إحنا لا، طب إزاي نقدر نعمل ده من التعاون ما بين مثلا دول زي مصر والسعودية، نبني الإنسان أو العربي مع بعض، يعني ما يبقاش حاجات فردية زي المنظمة دي أو أي منظمات أخرى. هو في وقت الحاضر تشوف إحنا، قال الأخ دكتور محمد، كنا في مقابلة مع وزير التعليم العالي الدكتور أشرف، وأنا سبق تكلمت معه كده بالذات على موضوع الأبحاث وال، فهذه مهمة جدا. أنا كنت أتكلم معه على أساس ننشئ مركز يعني عربي موحد لتنمية الأفكار والاختراعات والأشياء دي. ففي إن شاء الله في موضوع مجال، في موضوع إن شاء الله في شغالين عليه في الوقت الحاضر. لأنه ترى على فكرة هو مهندس. الدكتور أشرف مهندس. إيه، فمجاله أفكار متغاربة جدا. فكنت بتكلم معه أيام ما كان مدير جامعة الزقازيق. إيه. فكنا بنتكلم على حكايه انه هو الان بيركز على الابحاث، يعني شو هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبيركز على البحث العلمي الان، وهذا مهم جدا. صار بينه وبينه النقاش، وان شاء الله في المستقبل بنشتغل عليها على بس بهدوء، انه نركز على حكايه البحث العلمي. احب اضيف لك على حاجه واحده، منظمه هندسه الامم ليس مختزله، دي للعالم كله. فأي فكرة عندك في الفن، في الأدب، في العلوم، في كل حاجة، إحنا بنتقبل. يعني الفكرة فيها إننا إحنا مش عايزين نخلي كل حاجة على الدولة. إحنا هنا لازم هذه الأرض تهمني وتهمك وتهم كل حد. فإحنا رايحين، أنا عشان كده هذه الفكرة بدأت إنها تكون NGO non governmental organization اللي هي غير حكومية. فأنت بدي الطريقة أخذت كل، يعني الكلاود اصبح السكاي اتس يور ليميت. فهي هذه الفكره ان بنوصل، عشان كده يجيني احد من الصين، يجيني احد في اي مكان، ممكن اخذ دقيقه واحده كمان سريعا، يعني مثلا سريع، يعني انا جيت انت في مكان ما طلبت ان انت صنعت النظاره دي ورق، بعتها لنا في مهندسه الامم، احنا نعمل لها دراسه جدوى ونعمل لها خطه. بعد كده نبعتها مثلا انسان في الصين وقال له لا احنا نصنع لكم 100، راحوا صنعوا منا 100,000. فالمنتج الفكر تحول الى منتج صناعي. جاء انسان خلينا نقول على تركيا، فقال انا اعمل لكم تسويق، سوق المنتج الفكري، تحول الى منتج صناعي، تحول الى منتج اقتصادي. اجتمعنا العالم كله، الامم اجتمعت، وبعدين جنين الارباح وتوزع الارباح، يوصل لك انت اللي يمكن عمري ما شفتك، يوصل لك الشيك نسبه وتناسب، والولد والمسوق. هي هذه الفكره، لازم نخترق العالم بالفكر ده. يعني للاسف وقتنا خلص، وكلام مهم جدا، ونرجو يبقى في تواصل دايما في الافكار دي ونشوفها فعلا على ارض الواقع، سواء الفكره او الهندسه الامم. بيبقى عندنا بحث علمي للمنطقه كلها، لان هو ده اللي على اساسه بتتقدم الامم، واحنا محتاجين ده دلوقتي في مصر ان شاء الله والدول العربيه. شكرا لحضراتكم واهلا بكم. الف شكر، الله يسلمك. شكرا. هنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين، ونرجع بعد كده نواصل لقائنا مع حضراتكم وفقرتنا القادمه، مهرجان اليوبيل الفضي للمسرح المستقبلي.